في سياق آخر، طالبت داخلية مالكي المركبات بأنواعها كافة التي تحمل لوحات ذات الحروف والأرقام التوجه إلى إدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني. لرفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط المروري، تسعى وزارة الداخلية ومن خلال خطوات عملية نحو إدارة الحركة المرورية إلكترونياً وبطريقة علمية من خلال تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة. أحد أهم الأدوات الفاعلة في هذه المنظومة هو الملصق الإلكتروني، والذي يوفر آلية التعرف على المركبات المبلغ بسرقتها والمطلوب أمنياً، والأهم أنه يتيح حصر أماكن الكثافات المرورية وإخطار غرف عمليات إدارات المرور لتتمكن من التعامل السريع وفك التكدسات بإرشاد قائد المركبات لمسارات بديلة من خلال ربط الملصق الإلكتروني والذي يتضمن كافة بيانات المركبة مع مركز معلومات المرور. الملصق الإلكتروني واللوحات المعدنية المؤمنة أحد أهم الخطوات اللازمة لإدارة حركة المرور على الطرق بمختلف أنواعها من خلال أنظمة النقل الذكية. بيتم تركيب الملصق الإلكتروني على الزجاج الأمامي للمركبة، وده بيكون فيه شريحة ذكية مدون عليها كافة بيانات العربية. الهدف من المشروع الحد من الكثافة المرورية للسيارات على مستوى الجمهورية. ويثبت الملصق الإلكتروني في مكان مخصص على الزجاج الأمامي للمركبة ويتلف عند محاولة نزعه، ويحتوي على رقم المركبة وكافة بياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي. بيتم التقدم لموظف التراخيص لإنهاء الإجراءات اللازمة، وعقب استلام الرخصة يتم تركيب الملصق الإلكتروني على الزجاج الأمامي للسيارة بواسطة الفنيين المختصين بالوحدة. بالنسبة للملصق الإلكتروني، في الحقيقة طبعا تم شرح فايدة الملصق الإلكتروني في تتبع لو لا قدر الله تم سرقة السيارة، ودي حاجة ممتازة، تطور كنا مستنيينه. حلم احنا استناه من زمان ان يبقى كل حاجة إلكترونية ومتسيستمة على الكمبيوتر يعني. كما تهيب الوزارة بالمواطنين من مالك المركبات عدد الدراجات النارية والتي تحمل لوحات معدنية قديمة بأهمية التوجه إلى إدارات المرور المختصة لاستبدالها باللوحات المعدنية المؤمنة وهي الأرقام والحروف، وذلك بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الوادي الجديد، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء، مطروح، البحر الأحمر، أسوان، أسيوط، كمرحلة أولى تمهيدا لتنفيذ منظومة مرورية إلكترونية على كافة محافظات الجمهورية عقب استكمال تدبير اللوحات المعدنية المؤمنة لباقي المحافظات.